الثاني دائما ساعة الوقائية حضر معنا مشرفنا الأستاذ محمد أحليمي أخصائي في التغذية. صباح الصحة والسلامة أستاذي. تحية لك أختي سكينة وتحية لفريق العمل وتحية للمستمعين الكرام وصباح الصحة والسلامة للجميع إن شاء الله. أحوال طيبة على خير. بارك الله فيك. شكرا. الله يطول عمرك. الله يخليك. احيانا بقدر ما احنا بعدنا على ثقافتنا الغذائيه بقدر ما احنا خسرنا صحتنا وربما هادشي تكلمنا في جزء منه في الساعه الاولى بحيث انه الانسان ولات بزاف ديال التغيرات في الذات ديالو في حياته اليوميه اللي بدات كتعطي مشاكل صحيه ومن ضمنها الثقافه ديال الحميات ربما اللي كتجي وكتقول بانه خصنا نحيدوا الخبز او نحيدوا النشويات اللي كاينه في الخبز كاينه في البطاطا كاينه في الامور هذه. انا متاكده بانك غادي تفاجئنا شي مفاجاه عاوتاني استاذ محمد احليمي حيت وقت ما قلتي لي شي موضوع كنتفكر دائما اتاي مع الشوى لانه لسنوات الانسان كيفكر بهذا المنطق هذا فملي كنجيو كنقولوا تاخذ ربيع ديال الخبز مثلا اولا تفادى الخبز كل بالفرشيطه الى غير ذلك باش طيح البوا يعني هذه المساله هذه ما كنطيحوش البوا وللاسف لانه كنبقاو نلعبوا في داك لي فيويو كيطلع وينزل هذا هو الإشكال الكبير. فإلى أي مدى يمكن أن نوصل بهذا التصرف لسوء ديال التغذية ديالنا؟ نعم نعم فعلا أختي سكينة. فاحنا بالنسبة لنا يعني الوضعية والظروف اللي كنعيشوا فيها دابا في العالم هي ظروف جيدة. ظروف جيدة علاش؟ يعني كاينه واحد الصحوة اللي هي صحوة للصالح ديال الإنسان والصالح ديال الكائن البشري وكل التغييرات هي يعني يجب أننا كل واحد كيشتغل على شي حاجة زوينة سواء في علم التغذية سواء في الفلاحة سواء في بزاف ديال الأمور لما كنشوفهم العمق ديال الأمر كيبان لك باللي حتى أنت من المكان ديالك يجب أن تساهم في التغيير. لكن لما كنشوفوا المساهمة في التغيير من أجل اولا الربح المادي علاش لان يعني كتلقى ناس اللي عندهم قناه هو بالنسبه له هو بغى غير يطلع القناه ديالو وبغى غير يدير البوز على ظهر شنو على ظهر الثقافه الغذائيه. هو كاينين الناس اللي كيعطيو محتويات من اجل انه يثير واحد الموضوع يعني ويتسمى راه موضوع اللي هو عاطي العين وعاطي الودن. هادشي كامل هذا خلانا نشوفوا بعض العناوين وبعض المواضيع وبعض التصرفات في العديد من المحتويات. هنا لا ألغي وجود المحتوى الهادف. أنا دائما أتحدث عن الضفتين وبالتالي المحتوى الهادف كين وينافس وينافس بقوة. لكن كاين بعض الناس اللي الهدف عنده هو قالوا له باش تربح الفلوس خصك دير فيديو في النهار. الهدف عنده هو أنه يعني يمشي يربح من وراء هذه المحتويات. لما كيكون هاد لا فيزيو عند الانسان كنخسروا المعلومه وكنخسروا الا بغينا نقولوا الاخلاقيات ديال المعلومات اللي كنذكروا. لان المعلومه اللي غنذكروها خصو يكون فيها حس اخلاقي حس مهني حس بمسؤوليه المعلومه. لان الله سبحانه وتعالى شنو قالنا؟ قالنا وهذا خطاب قوي جدا وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما قالش الله سبحانه وتعالى رقيب، قال رقيب عتيد. ما قالش لديهم لديه. أي حاجة كتنطقها إلا وغتحاسب عليها بالحرف. وبدك الناس اللي ديتي معك في اتجاه الإيجابي أو لدك الناس اللي ديتي معك في اتجاه السلبي ما يعرف الآن دابا بالتأثير وبالمؤثر وبالمؤثرة وبالمؤثرات وبالمؤثرين وبالمؤثرون. انت كمؤثر مزيان لكن خصك تعرف بلي الله سبحانه قال وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. لكن لما كنوليو نهضروا على واحد الحاجه اللي داخله في هويتنا داخله في ثقافتنا داخله في عراقتنا داخله في وسط الحياه ديالنا اللي سميتها الخبز هنا كنكونوا فوتنا الحدود. بعض المرة كتكون معلومات بين قوسين لا تمت بصلة لصحة الإنسان. وانتم كتشوفوا التصرفات وفيما يخص العناوين كتلقى عنوان في شكل والمحتوى في شكل. فإذا بغيتي تدير محتوى من حقك تربح الفلوس من المحتوى.
لكن ماشي يكون الهدف هو الفلوس، يكون الهدف هو نقاء وتنقية المحتوى. خص يكون المحتوى نقي، محتوى زوين. كنسمعوا الآن دابا في العديد من المحتويات من العديد من المختصين في العالم، أنا ماشي كنقول أنهم ليسوا على حق، لكن المشكل خصنا حنا نكونوا عندنا واحد الحصانة. شنو معنات؟ معنات أن واحد المختص مثلا إلا تحدث عن إزالة الخبز إلا غيزون عنده الصح، وأنا متفق معاه، وهذا الشيء ما ناقشناه حنا في العديد من الفرص. لكن هو كيهضر على بلده، كيهضر على ثقافته، كيهضر على الوطن اللي كيعيش فيه، كيهضر على الحومة اللي كيعيش فيها، وإلا غيزون عنده الصح. لكن تي وانت كمغربي باش نشدوا هاد المعلومات اللي تزادت في حضن داك البلد، ونحاولوا نجيبوها البلد اللي 27 قرن هو كيحضر الخبز وكيحط الخبز فوق المائدة بالطقوس الرائعة ديالها، بالزغوم بالروائح الرائعة ديالها، بس بالدلالات الاجتماعية الرائعة ديالها، ونجي ونقول أنا بشكل بسيط راني سمعت واحد السيد يتحدث عن إزالة الخبز، خصنا نزول الخبز. هذا لا يعقل. من كنقول أنا الخبز راه لا أستثني حتى الناس اللي عندهم لا مالادي سالياك، لأن غا الناس كيصوبوا بالزرع وما كيصوبوها بالذرة، بيان سور الذرة بلدية. يعني مي كنقول الخبز راه أتحدث على هذا النطاق كامل. بيان سور الناس اللي عندهم المرض الزلاقي أو لا مالادي سالياك أو لا المرض الجوفي، بيان سور ما غاديش ياخذوا الخبز ديال الزرع، ياخذوا الخبز ديال الضرب البلديه، لان الذره الروميه فيها الجلوتين، هذا بين قوسين. فباش نجي انا الهويه، هويتنا احنا كمغرب الرايه حمراء وسط منا نجمه خضراء، هذه هويه ديالنا. هذا الدرابو هذا كندافعوا عليه بكل ما اوتينا من قوه، لا في القوه اللغويه ولا في القوه اي، علاش؟ لان الدرابو ديالنا، الهويه ديالنا، الرايه ديالنا المغربيه. وانا كنقول للناس انا كمغربي والله الى اعتز انني ولدت في المغرب، كنفتخر حيت تزاديت في المغرب، تزاديت في هذه الجوهره الجغرافيه اللي كاينه فوق الارض اللي هي المغرب، برايته الحمراء ونجمته الخضراء. وانا ربما الحمد لله وكنحيي كل يعني الناس اللي يسهرون على الامن ديال هذا الوطن هذا، وانا كنعتبر راسي جندي لكن من نوع خاص في المجال. انت جندي في المجال ديالك، الا هضر شي واحد على الوطن ديالك بشي حاجه ما مزياناش كلشي غينوض له. علاش؟ وطننا هذه هويتنا، وسنبقى وحنا كنقولوها للعالم كامل. المغاربه يحسنون الدفاع على الوطن ديالهم، كل واحد من الموقع ديالو، واحد صحفي، واحد مختص في التغذيه، واحد مختص في الفلاحه، واحد غير. انت خصك تحافظ على الهويه ديالك، وانا قلتها يا ما قلتها مرارا وتكرارا. فوقاش غادي نوضوا حنايا نسجلوا الوجبات ديالنا، نحفظوا الوجبات ديالنا، نقولوا هاد الوجبه راها مغربيه ونسجلوها قانونيا. انا سؤالي متى؟ فوقاش انا كمختص في التغذيه اطرح هذا السؤال، ومن حقي انني نطرحه. علاش؟ لان شفت العديد من 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 من, من واحد التطاول على ثقافتنا الغذائيه المغربيه في العديد من المناسبات. وسيروا شوفوا ما وقع مؤخرا، وهذه الامور وهذه المسائل هذه كامله، ونجيو حنايا ونبقاو حابسين حنا ثقافتنا. الكسكاس داو هنا، البيصاره هي دابا شويه غادي نسمعوها راه في بلاصه اخرى، الكسكس كذلك، النقاش كذلك، هذه الامور هذه كامله. حنا نتحدث عن الوجبات ديالنا بصفه عامه، اما نحن كعرب وكاشقاء والحمد لله حنا خوت، لان حنا نتحدث عن واحد الفئه اللي عندها حس اللي هو حس ماشي حس انساني تماما، واخا على واحد الفئه، على واحد الفئه. وبالتالي آن الأوان أننا نشد هويتنا، وأنا كمواطن مغربي مختص في التغذية بداك الشيء اللي قدرنا الله، أدافع عن وطني بكل ما أوتيت من قوة، وأناشد المغاربة اليوم والمستمعين والمستمعات، حافظوا على هويتكم الغذائية،
هوية الغذائية ديالنا هي هوية لا يعني لا تقل أهمية عن ذاك الراية المغربية وذاك القفطان المغربي وذاك الجلابة المغربية وذاك الأشياء المغربية لا تقل أهمية على هذا الشيء هذايا. وبالتالي انت باش تلبس قفطان ويكون جميل خصو يكون جسمك صحة جيدة، باش انك انت تمشي تدافع كرياضي بالنشيد الوطني خصو تكون عندك القوة الجسدية، والقوة الجسدية جاية من ثقافتنا عافاكم. باش نجيو ونشوفوا ناس يعني في المغرب يطالبون إزالة الخبز، حيت سمعنا في واحد المختص مثلا في شي دولة، انا قلت عنده الصح راه ما كنكذبتها واحد، انا عنده الصح في وطنه وفي بلده، هو هضر على ذاك الوطن، هضر على ذاك الظروف، انا غنهضر لكم على الظروف حنا في المغرب واش خاصنا نزولوا هذا الخبز. هويتنا رجعوا للوراء ملايين السنين منذ ان وجد الانسان، منذ ان اكتشف العجين واكتشف النار، وهو يجعل الخبز مكون من المكونات الاساسيه. يعني جدي انا وجدك انت وجد جد جد جدك وهذاك الشجرة كاملة كانوا يستعملون الخبز. إذا به احنا غادي نجيو وغنقولوا يجب إيقاف الخبز، خصنا نزولوا الخبز، وغادي نشوفوا هذا الشيء كامل شنو لأن احنا الدم ديالنا هو دم الأجداد، الجينات ديالنا هي جينات الأجداد. سي فغي نهار هضرنا على الجينات، الجينات لا تحمل المرض، الجينات كتكون عندها المرض ولكن كيكون في مود أوف مطفي، لكن تحمل نوستالجيا، تحمل نوستالجيا الوطن ونوستالجيا ونوستالجيا اللي عندها علاقه بالخبز. شنو هي النوستالجيا اللي كيحملوا؟ واخا انت ما عشتيهاش، انا غنعطي هذه الظروف، واخا انت ما عشتيهاش ولكن الاجداد ديالك عاشوها ومحموله على الجينات ديالك، لان الجينات هي الله سبحانه وتعالى عطاها واحد الخاصيه انها كتهز الحاجات الزوينين. هذه شحال كانت الجده والجد كيمشيو ويحطبوا، مي كيحطبوا كيجيبوا الحطب وتنوض الام في الصباح بكري وتجيب الخميره ديال ديام بيت الخزين وتعجن خبيزات وتجيب وليداتها وتجلسهم حداها وتجيب طبيصل ديال الزيت وتعطيهم خبيزه سخونه مع طبيصل ديال الزيت بداك الرائحه ديال العواد، هذوك لي زاروم 400 نكهه اللي كديجاجي الخبز مي كطيب، 400 نكهه. اش كتقيس لك انت؟ كتقيس لك النوستالجيا. اي واحد اليوم عاش في الباديه عطيه خبز مصوبه بالحطب غير غياكلها غيقول لك الله، علاش؟ تفكر جداته وجدات جداته وباه وهدي وهدي وهدي، هاد النوستالجيا هو تفكرها حيت عاشها. انت ما تفكرتيهاش لان ما عقلش، ولكن كاينه في الجينات ديالك، منحوته في الجينات ديالك. من موراها تحولت النوستالجيا اخرى بحكم الانتقال للمدينة، ولينا حنايا الجيل ديالنا كأطفال الحمد لله عشنا هاد الظروف كاملة، ولا واحد للخباز، واحد الفرناتشي، واحد مول الفران كاين في الحومة، كتجي من المدرسة مع العشرة كتلقى الأم ديالك موجدة الخبز العجينة فوق واحد الوصلة كديرها فوق راسك وكديها للفران. مي كتكون راجع إذا كانوا معك الأصدقاء ديالك واحد خبزة ما ترجعش بعدها، هي القرصة. علاش؟ كان داك التكافل. كنا كنمشيو أصدقاء، كانت الوالدة عارفة باللي إذا كانوا ستة الخبزة تايجيو غير خمسة، وهي أصلا كدير ديك القريصة الصغيرة اللي غتكلف زوين. الله يعطيك الصحة. هادشي كامل أختي سكينة ونفرطوا فيه بهذه الطريقة هذه. ماشي كنقول الناس رجعوا للحطاب، ولا إلا رجعتي للحطاب راك طوب، راك توب توب الى رجعتي للحطب، ولكن كنقول انا غير هاد النوستالجيا كيفاش غنفرطوا فيها بهذه الطريقه؟ كنا كنمشيو نجيبوا الخبز ديالنا ونرجعوا نجيبوا الخبز ديال صاحبي ونرجعوا نجيبوا الخبز ديال صاحبي الاخر، حتى كنشبعوا غا في الطريق، كنشبعوا كل 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 خبيزه، ولا والام كتفرح مي كتشوف الخبز ديالها كلاوها الدراري، وداك مول الفران مسكين، ومول الفران غير شوفوا سيروا غير سولوه كيفاش كيدير غير يعقل على الخبز، انا هذا الجواب باقي ما لقيته، كيفاش هو عنده 50 وصله ديال الخبز وكيعقل على الخبز، كل ما عمره غلط شي نهار في خبزه. هاد الناس هادو ما هاد المهنه هادي راه غادا في انديتار، غادا في انقراض. واخا حنا اختي سكينه هنا غنشارك واحد التجربه مع الناس باش يعرفوا، حنا كاكاديميه جا واحد الطباخ فرنسي معروف جا حتى المغرب في الصيف يبحث عن الاكاديميه، يبحث على كيسول على سمير وعلى خالد وعلى احليمي، علاش؟
لان سمع عليهم وسمع الخميره البلديه وجا كيقلب على الاكاديميه. اون فان كونت الحمد لله قدرنا اننا نتلاقاو به. وهذا ان شاء الله غتكون امور جميله بزاف. هذا السيد علاش كيقلب؟ وهذا طباخ معروف معروف واحد الشهره بلا ما نحتاج نقول الاسم، يعني انا لا نذكر الاسماء في البرنامج. عرفتي واحد الشهره عنده لا تتصور. علاش؟ لانه عنده عشقه في الخبز. ونجيو حنا للمغرب ونقولوا لهم لا ونحيدوا هذه النوستالجيا هذه اللي كنا كنمشيو نجيبوا الخبز ونجيبوا هذه وداك الخبز عاوتاني. شوف حنا المراه والدراجه كتقول لولده، كتقول له سير ولدي الله يعطيك شي خبيزه. شنو هي شي خبيزه؟ خدمه مزيانه، زوجه مزيانه، وليدات مزيانين، حياه كريمه، هذه هي الخبيزه. شوف فاش تلخصات. حنا المغربي كيلقى الطرف ديال الخبز طايح كيهزو كيبوسو كيحطو جانبا، راه الا لقى كيلو ديال التفاح طايح ما غيهزوش، الا لقى طرف ديال الخبز كيهزو وكيبوسو كيحطو جانبا هذا الخبز. والمغربي اش كيقول لك؟ كتقول له فين غادي؟ كيقول لك غادي نصور طرف الخبز، خدم على وليداتي نصور طرف الخبز. كيفاش هذا الخبز عنده هذه الدلاله؟ ونجي انا يا بالذكاء المقلوب ديالي نقول انا الناس خصنا نحيدوا الخبز من نظامنا الغذائي بهذه البساطه، بهذه الطريقه، بهذه الامور وهذه المسائل. ديك هذا لا يعقل، لا يعقل باش نمشيو بهذه الطريقه وهذه المحتويات اللي تنادي بازاله الخبز وهذه المسائل وهذا الشيء. لكل مقام مقال. انت كتعيش في واحد البلد عندك مشاكل، عندك ما عندكش خميره بلديه، لقيتي المشاكل في ذاك الخبز، نعم متفق معك هذاك الخبز، نعم متفق معك. وكاين بعض انواع الخبز اللي عندنا دابا في المغرب ما خصهاش تخاد واخا نبقاو بالجوع، لكن الخبز الحقيقي هذا كيعطينا استقرار نفسي. هنا كنكونوا هضرنا على ما هو نوستالجيا، ما هو التخلي على الخبز. انا غنعطي للمغاربه تجربه يديروها اللي درتها انا شخصيا مده 15 يوم. 15 يوم اختي سكينة قلت انا ساتخلى عن الخبز، انا عارف النتيجه ولكن بغيتش نعيشها، انا بغيت نعيشها في نفسي باش مين نهضر مع الناس، لان باش يعرفوا الناس. راه انا دائما كنقول في بالي، الله سبحانه وتعالى كيقول وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. راه المعلومه اللي كنعطيوكم راه كنراجعوها 600 مره. علاش؟ لان ملي كنعطيو معلومه راه كتكون مسؤوليه ديالك قدام نفسك. ضمير، ضميرنا ديما مرتاح، والله العظيم ديما مرتاح، حيت عندنا حنا مراقبه الضمير. الا كان شي ناس ما عندهمش، حنا عندنا ضمير حي الحمد لله، عندنا دائما المتابعه والمراقبه ديال الضمير. وإلا عندك مراقبه الضمير كن متاكد باللي كتعيش واحد الطمانينه. ودائما كنقولوا هذيك المعلومه غيمشي يطبقها واحد المستمع ولا واحد المستمعه، نتايا غتحاسب على التطبيق ديال هذيك المعلومه. وبالتالي ما كنقولوش نيمبورت كوا، ما كنجيوش باش ندوزوا برنامج الصحه والسلامه غير باش ندوزوا الساعه ونمشيو بحالنا. لا، حنا كنعتبر بالنسبه لي انا ملي كنكون في الحلقه كنعتبر انايا الحياه عندي كامله ملخصه في هذه الساعه هذه باش كنعيشوا متعه المعلومه باش تقدر انت تعقل عليها بلا ما دير ايفور وتنحت لك في البال ديالك. دونك شنو درت انا؟ مشيت 15 يوم ما بقيتش كناكل الخبز ولا مشتقات الخبز. عشت واحد الحاله يعني ما تصوروهاش. قلت انا هذا الشيء هذا لا يعقل. تاثيرات ديال ازاله الخبز. اولا راه غنجيو في الاخر نهضروا شنو هي الخبز. ملي كنقولوا للمغاربه ما تحيدوش الخبز، شنو المقصود بالخبز؟ شنو هي الشروط ديال الخبز؟ راه ماشي غير نجيو نقولوا الخبز، راه شحال من حاجه مسميه خبز ما عندها علاقه بالخبز. في الاخر غنقولوا شنو هي الخبز الحقيقيه، ونورمالمون هذا الشيء اللي خصنا نقولوا. خصنا نقولوا شنو هي الخبز وشنو الطرق ديال الخبز وكيفاش نوجدوا الخبز، ماشي نقولوا لا نمشيو نقولوا لا حيدوا الخبز. واخا دونك اولا الاستقرار النفسي، خصكم تعرفوا بلي الخبز تضمن الاستقرار النفسي عند الانسان. علاش؟ هادشي الا كنتي الوعي ديالك ما عندوش الوقت يتعامل معاه، اللاوعي ديالك راه كيتعامل معاه. جيتي للدار ما لقيتيش الخبز، كتعيش واحد الاهتزاز نفسي. جيتي للدار لقيتي الخبز، عندك الخميره في بيت الخزين، عندك الزرع في الدار، كتعيش الاستقرار النفسي. اي واحد عنده الزرع في الدار وعنده الخميره في الدار
وعنده الخبز في الدار والناس اللي كيعجنوا راه كيفهموني وكلشي غيفهم. مي كتجي وتلقى الخبز تسالات لك كتحس بشي حاجه ماشي هي هذيك. هذاك هو الاستقرار النفسي اللي كنهضر عليه انا. اذا اول حاجه الاستقرار النفسي، ثاني حاجه لي زاغوم اللي كتدخل للدار والدار اللي كتطبخ فيها الخبز كتعطي 400 رائحه اغوم نكهه من اروع ما كاين، من اروع ما كاين. هذا الجانب النفسي. تصور انت ملي كتحيد الخبز تزعزع الاستقرار النفسي. راه كنقصد حتى الناس اللي عندهم لا مالادي سيرياك اللي كيديروا الخبز ديال الذره، راه حتى هي سميتها خبز ديال الذره. بالمناسبه عبر التاريخ راه كانت الذره هي الاولى، مورها الشعير عاد جات الحنطه ولا الزرع، باش نكونوا متفقين. دونك الجانب الفيزيولوجي، وهنا سمعوني مزيان باش هكا نكونوا فاهمين هاد الامور اللي كتجينا، وهذا هو استيراد المعلومه، هذه النتيجه ديالها. حنا في المغرب المغاربه والمختصين المغاربه منتجون ومصدرون للمعلومه. ما يعتقدوش بزاف الناس اننا نستورد المعلومه. في علم التغذيه نحن نصدر الافكار ونصدر المعلومات، وخير دليل هو ان العديد من المحتويات ومنهم برنامج الصحه والسلامه يترجم بالفرنسيه وبالانجليزيه. وشوفوا الناس، وكنشكر بزاف الشباب والشابات اللي كيقوموا بهذه العمليه، كيترجموا الحلقات سواء السوتيتراج سواء الترجمه، ترجمه للفرنسيه والانجليزيه. علاش؟ لان هنا المعلومه راه 27 قرن فايتين حنا بزاف المجتمعات وكل مجتمعات الارض. انا قلت المغرب جوهره جغرافيه، جوهره جغرافيه، ماشي حيت مغربي، والله لا افتخر انني ولدت في المغرب. ونتمنى ان شاء الله نتدفن في المغرب، لان فريمون فريمون ارض طيبه، لكن بزاف الناس ما عارفينش قيمتها، لا من حيث الثقافه ولا من حيث الناس اللي فيها ولا من حيث الموارد اللي فيها ولا من حيث الجواهر الغذائيه اللي فيها، باش نجيو حنا ونهضروا على المكملات الغذائيه وهذه الامور في المغرب. فهذه انا بالنسبه لي انايا نكته تبكي، ماشي كتضحك. حنا تعودنا ان النكته كتضحك، هذه نكته كتبكي، يعني قلما كنسمعوا شي نكته كتبكي، تقدر تبكيك بالضحك، مي هذه كتبكيك بالحزن والاسى على هذا الوطن هذايا اللي بعض الناس كيهضروا فيه اننا نزيدوا ونديروا، مع العلم انه وطن ديال الاغذيه والوطن ديال الجواهر الغذائيه اللي كاينه. الجانب الفيزيولوجي، انت مثلا سواء غتنقص الخبز، راه بداو لكم بانقاص الخبز دابا زولوها، سواء غتنقص الخبز سواء غادي تحيدها. خصك تعرف باللي جسمنا، وهادي عقلوا عليها مزيان، جسمنا لان هادشي اللي هاد العواقب اللي ما كيفكروش فيها بزاف ديال الناس، جسمنا عنده استقرار فيزيولوجي، يعيش على واحد الروتين غذائي اللي كتعطيه له شاك جوغ واللي عاشوا به الاجداد ديالك. هاد الغذاء ديالنا حنا في النهار كامل 50% منه خبز، 50% منه خبز. انت كانسان اتتخيل فطور بلا ماده نشويه؟ انا كمحمد احلمي ما نتخيلش فطور بلا ماده نشويه. واش كتخيل غذاء بالموس والفرشات تاكل غير بالفرشات؟ انا لا اتخيل وجبه غذاء بلا خبز. واش قدرت تخيل عشاء بلا طريف ديال الخبز؟ انا لا اتخيل وجبه العشاء بدون خبز. اذا احنا الشبع ديالنا كمغاربه هو شبع 40% حتى 50% من الخبز، لا من حيث لا 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 يعني الماده كخبز ولا من حيث الجانب النفسي. نعطيكم تجربه ديروها، انتم ما ديروش 15 يوم، ديروا غير نهار. كل اللي بغيتي بيان سور، كنهضر على الجانب الصحي. الا الخبز، ما تاكلش الخبز. سترى وستستنتج وستحس انك ما كليتي والو. اذا هذا ينعكس على الجانب النفسي ديالنا، لان الجسم ديالنا راه كنسميوه بسيكوسوماتيك. يعني راه الجسم والنفس، الجانب النفسي والجانب المادي. انت ملي ما كتاخذش الخبز، لو كور ديالك كيدخل في ستريس فيزيولوجيك بحال الجوع، غير هو جوع من نوع اخر، جوع للخبز، حنين للخبز. هذاك الحنين للخبز يترجم على شكل ماده، وهذا الشيء اللي بغيت انا الناس يفهموا. ملي كتحيد الخبز، جسمك يعيش سكون ابل ان ستريس فيزيولوجيك، هذاك الحنين للخبز يترجم على شكل ارتفاع الكورتيزول. نجيو لانقاص الوزن،
خذ 30 غرام الخبز في الصباح، واش المغربي كياكل 30 غرام ديال الخبز في الصباح؟ لا يعقل. انت ملي كتنقص الخبز شنو خصك؟ تنقص الوزن ياك. باش تنقص الوزن شنو خصك تمشي؟ خصك تمشي تخوي الخلايا الدهنيه. اذا خصك دير واحد بروتوكول فيزيولوجي، خصك دير واحد تحايل فيزيولوجي باش نوصلوا نخويو المخازن ديال الدهون. ثقوا بيا، المخازن ديال الدهون لا تفرغ الا لما كيكون الانسولين ما طالعش. دونك نتايا ملي كتحيد الخبز خص لا غليسيمي تكون عندك مقاده والانسولين ما يطلعش. ملي كتحيد الخبز كيطلع لك الكورتيزول. علاش؟ لان جسمك عاش واحد ارتباك، عاش واحد الحنين يترجموه على شكل ستريس فيزيولوجيك. بحال واحد الدريري ما لقاش مو كيبدا يقلب عليها هكا عاوتاني بالضبط، كيطلع له الادرينالين والكورتيزول. انت كيطلع لك وكل ما ما كليتيش الخبز كيبقى طالع لك الكورتيزول، كتبقى كتعيش ايبر كورتيزولي. هاد الكورتيزول ملي كيطلع كيطلع معاه لا غليسيمي، نسبه السكر. نسبه السكر ملي كتطلع كتطلع معاها الانسولين. ملي كيطلع الانسولين ما عمر الخليه الدهنيه تخو. هذا من جهه. من جهه ثانيه الناس اللي كيديروا لو ريجيم سيتوجين، بعد لنا عاود على هاد لوغي شي راه لو ريجيم سيتوجين راه جابو الله سبحانه وتعالى، سميتو الصيام. ما كاينش الصيام المتقطع في اللغه العربيه، راه جمله غير مفيده. الصيام المتقطع هذا راه دريري صغير كيقرا في الثالث كيعرف غيعرف في اللغه العربيه باللي لا توجد، وانا في اللغه العربيه جمله مفيده، الصيام المتقطع سميتو الجوع المتقطع. لان لو جون بالفرنسيه لو جون هو الجوع ماشي هو الصيام. لان في الدين ديالنا احنا الصيام معروف لا ديفينيسيون ديالو، معروف التعريف ديالو. اذا ملي تهضروا لنا عافاكم وديروا لنا العناوين ديروا لنا الجوع المتقطع ماشي الصيام المتقطع، باش ما نتخباوش ورا الصيام. ورا فوائد الصيام عظيم، والصيام عنده فوائد كثيره، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. معروف تسحروا نفطروا من يتأذن الفجر من يتأذن المغرب، هذا هو الصيام اللي كنعرفوا حنايا. شي حاجه متقطعه ولا سميتو الجوع المتقطع. انا باش نحيد النشويات ونحيد هذه باش ندخل فواحد لو ريجيم سيتوجين، من بعد كنجي كنلقى مشاكل في المراره، كنجي كنلقى مشاكل في الدماغ، كنجي كنلقى مشاكل في الكبد، كنجي كنلقى لاستيتوز ايباتيك. لنا عوده ان شاء الله في هذا الموضوع هذا من اجل التفصيل الممل في هذا الاتجاه هذايا. دونك من حي النقطه اخيره، ملي كنحيدوا هذا الخبز هذايا كنعيشوا ان ستريس فيزيولوجيك. وانا كنقول للناس جربوها، جربوا هذه الامور وهذا الشيء. هذا النتيجه ديالو هو ملي كتحيد الخبز يتجه الانسان الى اخذ حلويات وتعويض ذاك الفراغ باشياء اخرى، اشياء اخرى، زائد انه كيفقد ذاك الهرمونات اللي كتكون عنده، السيروتونين بالخصوص والأوكسيتوسين اللي كتكون عنده علاقه بهاد الخبز هذايا. واول نتيجه عندك ديبرسيون، اون بتيت ديبرسيون كتبدا، من موراها كتولي اون غون ديبرسيون، من موراها كيبدا معها القبض. مي كيبدا معها القبض كيبداو جميع الكوارث. عقلوا على الحلقه اللي هضرنا فيها على القبض، هادشي كامل هذايا علاش باش نحيدوا الخبز. في حين اننا شنو خصنا نقولوا؟ جيب زرع مزيان، دير فران ديال الضو، عجن بيدك ماشي بالخلاطه، لان كيسميوها العجانه هذيك، ماشي عجانه البيتريساج، ما عمر البيتريساج دارته الاله. انا شخصيا اعطيني 100 خبزه عجن بالعجانه وعجن بيدك، ونوريك بالضبط فين الخبز اللي معجونه باليد واللي 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 واللي, واللي مخلطه. علاش؟ لان هذاك لي بون دي سولفور من بعد نهضروا عليها ديال البيتريساج، لو ريزو ديال الجلوتين، فرق كبير بين كتعجن وبين هذاك باش العجانه. على بالكم باللي الانثى عندها عضله مربوطه بالثدي، لما كتحرك اليد ديالها في العجينه هذيك العضله كتخلي الجهاز اللمفاوي يتحرك، والجهاز اللمفاوي هو اللي كيعطي لو كونسير ديال لو سان، لان يعني كيتجمع فيه الالومنيوم ديال الديودورون، كيتجمع فيه السموم، كتجمع فيه هذه الامور هذه كامله. تصور اختي سكينه، كنعرف بعض الحالات والله يشهد ان ناس عندهم مشكل في المفاصل ديال اليد اليسرى. كنعرف نساء اللي كيعجنوا بيد وحده، بيد وحده. شوف الحب ديال العجينه فين وصل. وبالمناسبه العجينه راه ماشي تماره، العجينه
راه واحد العمليه اللي داروها الجدات والاجداد ديالنا. ملي كتبدا انت تعجن اللاوعي ديالك كيمشي لواحد شحال من مره كتكون معصبه كتعجن كترتاح. وهاد العجينه عافاكم العجينه راه ثقافه، راه ماشي كتوكل بها لوليداتك الخبز، كتوكل بها لوليداتك الخبز فيه عاطفه وفيه حنان. شحال من واحد كيقول لك توحشت الخبز ديال الوالده، واش هو ماله ما كياكلش الخبز؟ راه كياكل الخبز، لكن هذيك الخبزه ديال الوالده ديالو ولا الخبزه ديال الزوجه ديالو ولا الخبزه ديال واحد الانسان قريب منه ولا الاخت ديالو، هذيك الخبزه فيها عواطف، فيها واحد لا ليزون، فيها واحد الرابط مع الام مع الزوجه مع الاخت. راه ماشي الهدف ديالو هو ياكل الخبز، الهدف ديالو رمزي رمزي. وهذا الشيء هذا هو اللي خصنا نرجعوا له، وهذا الشيء هذا ما غيفهمو الا اللي كيعجن خبزه في الدار. عافاكم كان عندك مرض زلاقي او المرض الجوفي ديال الخبز ديال الدرا، الناس عافاكم اول مرحله في الصحه خبزك في الدار، خبز الدار، خبز الدار. نعم عجنوا عافاكم الخبز ديالكم، والبنيته ديالك قبل ما تزوج علمها تعجن باش ما يمشي الدار تعجن الخبز ديالها. كنتي كفين ما كنتي، انا كنعرف ما شاء الله الناس، بعض الناس اللي هما تقول هاد الناس ما كيعجنوش، وكتلقاه العجينه ما عمرو كيفرط فيها. عافاكم العجينه راها الصحه باش اننا نحيدوا الخبز. انا ماشي كنقول فنعم هاد الشعوب وهاد الثقافات وهاد المجتمعات وهاد المختصين كيهضروا على المجتمع ديالهم، اما المغرب تصنع فيه الخبز بالقمح الجيد بالخميره البلديه، تعجن باليد وتطبخ على الاقل في الفران ديال الضو، ما نديروش الفران ديال الغاز، في الفران ديال الضو. هاد الخبز هادي كيكون فيها البروتياز. الا كانوا الناس كيهضروا على الجلوتين، ما عندناش مشكل في المغرب حنايا على لا بري ديجيستيون ديال الجلوتين، لاننا كنخمروا بالخميره البلديه، والخميره البلديه البي اش ديالها انفيريور ا 4، انفيريور ا 4 كيشتغل بروتياز وكيقطع لنا الجلوتين. والعيالات المغربيات كيعرفوا بلي الخبز الى خمارت بزاف كتشق، هذيك كتشق هو ان الجلوتين كيتقطع. بالاضافه الى ان الخميره البلديه عندنا في المغرب تحرر الفيتاز اللي كيحرر جميع المعادن، لذلك احنا في المغرب لا نعاني من القبض، في حين ان بعض الدول اللي حيدوا الخبز كيعانيوا من القبض. وسيروا شوفوهم غتلقى اقل ما عنده سيمانه ديال القبض، وحنا الحمد لله ننعم بهاد النعمه هادية. نتمنى ان شاء الله اننا نحافظوا عليها في هذا البلد الحبيب اللي هو المغرب. مرحبا. وحنا اكيد استاذي مازال موصلين اللقاء معك، لا سمحتي نمشيو نتوقفوا مع فاصل قصير ونرجعوا نستقبلوا اسئله المستمعين، خليكم معنا وغنمشيو مباشره ناخذوا مكالماتكم لا سمحتي لي استاذي. ومعنا لالا امينه من طنجه. صباح الخير لالا امينه. صباح الخير الاخت سكينه، وصباح الخير الاستاذ احلامي. الله يجازيكم بخير على هذه المعلومات القيمه اللي كتقدموها لنا. امين يا رب، بارك الله فيك. على ذكر هذه الحلقه اللي كنت تكلمت على الخبز، على الماده ديال الخبز، انا كنت جربتها واحد هذا واحد اليوم فقط يوم. نعم. كنت زولت الخبز، انا عندي مشكل ديال المعده وهذا والامعاء. مهم. نعم. كانوا قالوا لي مهم، كنت قريت وبحثت وشفت هذاك بان قال زعما تتبعد على داك الشيء ديال الخبز كل النشويات، وكنت قطعت واحد النهار زعما شنقول لك كان واحد الكالفيغ ما تصورش. كنت كنحاول واخا خديت داك المكسرات، حاولت كناخذ الفواكه النهار كامل وكنشرب الماء، ولكن عرفتي ملي جا الليل ما نقدرش نقول لك نوصف لك داك الاحساس كيفاش كان. صافي ديك اول تجربه واخر تجربه كنت عملتها، ويعني عرفت بان القيمه ديال الخبز كيف ما قلتي في هذا ديالك، والله زعما داك الشيء ما يمكنش الواحد يستغنى على الخبز. حق يعني الخبز ديالنا راه شي حاجه كبيره. وانا عندي واحد السؤال الله يخليك بالنسبه لهذا، عندي كيف ما قلت لك مشكل ديال، اولا انا سيدة عندي 62 سنه. نعم ما شاء الله. ربي يخليك. وهذا مؤخرا المهم هذه تقريبا هذا المشكل هذا كيمشي ويجي ديال المعده، ومؤخرا كنت مشيت عند الغاسترو وكانت عطاتني بعض التحاليل وداك ديال السيرولوجي الهيليكوباكتر بيلوري. ايوه وخرج لي نيجاتيف، خرجت فيها 0.06. اها ولكن المهم عطاتني واحد لو تريتمون راه باقي كناخذو لا ولكن اسمح لي اسمح لي بويسكو دابا انت عندك الاش بي نيجاتيف، ديال اش هاد التريتمون؟ هاد التريتمون عطاتني دوك سميتو ديال المعده. لا ولكن هي بلاتي، لا هي بلاتي باش نفهم. دابا انت لحد الان باقي ما عرفناش حنا المشكل، شنو هو المشكل في المعده؟ ها هي دابا ها هي الاش بي زولنا حنا الاش بي، دابا الاش بي اللي نيجاتيف. نيجاتيف بالمناسبه الناس الاش بي راه ما كنلقاوهاش زيرو،
باش تعرفوا بلي الاشبيرا كاينه في الجسم ديالنا، غير هي مراقبه بالجهاز المناعه. غير انت مثلا دابا عطاتك الادويه، شنو المشكل؟ باقي ما عرفتش انا شنو المشكل. وجستمون المشكل انا حاليا واخا ديك المعده يعني بعض المرات ملي كتجيني وربما كنقول داكشي نفسي لان كناخذ ادويه عند كنتبع مع الطبيب ديال هذا النفساني كيعطيني داكشي عندي داك لي توك عندي لي تروبل اوبسيسيونيل. نعم. المهم داكشي كنتابع مع هذا، قلت ربما داكشي الاعصاب ربما ما عرفت. نعم. ربما لا، وهذا هاد الادويه، هاد الادويه اللي كتاخذي مع الطبيب النفسي مع الطبيب النفساني. اها. هدرتي له على هاد الاعراض الجانبيه اللي جاتك؟ هدرت له كنقول له بالمعده وهذا، قلت له حيت كنت ديجا مع هذا المشكل عام هذا تقريبا سنين هذه، وكل مره كنعاني وكيمشي لي هذا المشكل وكيعاود كيرجع. نعم. وكنت تكلمت ديجا مع واحد هذا واحد الكاسترو من قبل، كنت مشيت لعندو قال لي ما عندك حتى شي حاجه، قال لي ما عندك حتى شي حاجه. لا ولكن ما عندك حتى حاجه، دونك انا بالنسبه لي المنطق كيقول ما عندك حتى حاجه، ما خصك تاخذي حتى حاجه. فعلا، وهي عطاتني المهم عطاتني واحد سميتو فيهم لي بريبيوتيك و وهذه لي بروبيوتيك، وعطاتني لا لي بريبيوتيك واخا. واخا نجاوبك لالا امينه، نجاوبك ان شاء الله. مرحبا. اسمح لي واحد هذا واحد السؤال الله يعطيك الصحه، وانا شكيت ربما عندي حتى هذا بالنسبه للامعاء ديالي، كان لان عندي بزاف ديال الغازات، عندي داك شنو حموضه عندي، ما عرفتش المشكل. ما كي داير نظامك الغذائي؟ كيدير نظامك الغذائي لالا امينه؟ استاذ كناخذ خميره بلديه، ولكن بحكم كنسافروا بزاف كنضطر انني نقطع ديك خميره بلديه. اذا ما كتاخذيهاش هذا بالنسبه لنا حنا، اللي انسان اللي كيمشي بهذه الطريقه هذه راه يجب ان لا يعتبر نفسه انه يستهلك خبز لو بان او لو فان. هذه باش نتفقوا. واخا نجاوبك ان شاء الله. مرحبا. شكرا لك. مرحبا. تفضل الاستاذ. هو شوف اختي سكينه، هذه المساله ديال الخبز بالخميره البلديه وكنقطعها راه كترجع لنقطة الصفر، وربما كتضيع واحد المجهود كبير بزاف وكتعاود ترجع راسك لنقطة الصفر، واخا؟ فهذا من جهة، من جهة ثانية راه أنا شخصيا يعني وكنظن أن الجميع غيكون متفق، راه ما يمكنليش ناخذ شي حاجة نداوي راسي وأنا باقي ما عنديش المشكل وما عرفتش المشكل وما عنديش حتى حاجة. ما يمكنش أنا تقال لي ما عندي والو ومن موراها نمشي نشري شي حاجه. بالنسبه لي بخيبيوتيك هما الاغذيه اللي كاينين في السوق، بطاطا الحلوه، بطاطا القصبيه، الرجله، الخرشف، القوق، هادو هما لي بخيبيوتيك، الياف اللي كياخذوهم البكتيريات. لي بروبيوتيك هما البكتيريات الحيه، هي الاغذيه المخمره، هو السمن. نقطه، رجوع للسطر. الا كانت شي حاجه اخرى راه كنوليو هي السيده كتقول عندها غازات وعندها حموضه وهاد المسائل وهاد الشيء كامل هذايا. فاختي الكريمه شنو غديري؟ زيدي بحثي على الجذور ديال هاد المرض هذا، لكن ما فيها باس حاولي تبداي الصيام، يكون صيام من 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 الفجر حتى هذه الصيام الحقيقي. صيام شحال ما قديتي اكثر من 4 ايام، لان اللي عندهم مشاكل المعده خصهم يصوموا اكثر من 4 ايام. صافي، النهار الاول غيجيهم شويه الالام، النهار الثاني ولا اكثر من 4 ايام، صومي، تحركي، كلي مزيان، نعسي بكري وفيقي بكري، هكايا غادي تحلي بزاف المشاكل بهاد الطرق هادو. ما في الصحه العامه في انتظار اننا نعرفوا السبب ديال المشكل، لاننا ما يمكنناش نقولوا النصائح العامه راه كلشي. دابا ها انت السيده امينه كتمشي وكتسني النوبه وتاخدي الغونديفو وتمشي لهنا وديري التحاليل وديري هادي، هادو ما مزيان، ولكن الخميره البلديه ما قدرتيش تستمري عليها، على الاقل ديريها غي اون باراليل مع داك الشيء الاخر. والله العظيم انا كنقولها للناس، راه خبزكم في الدار، الخبز اللي ما كنهضروا على الحلقه ديال الخبز. التعريف ديال الخبز شنو هو؟ هو عباره عن ماده غذائيه بالشروط الاتيه: تحضر من القمح بالنخالة ديالو، إزالة القمح خطأ فادح درته البشرية، إزالة القمح عطانا أمراض بالجملة، إزالة عفوا النخالة. ألوغ القمح بالنخالة ديالو يكون قمح نبحثو عليه يكون قمح جيد، الشرط الأول بالنخالة ديالو. الشرط الثاني بالخميرة البلدية، نعجنوه باليد، ديروه في الفران ديال الضو
ونزيدوا عليه حبه حلاوه، النافع، الزنجلان، الحبه السوداء، وهذه الامور وهذه المسائل هذه كامله. هذا الشيء كامل هدايا هو التعريف ديال الخبز. اي حاجه خارجه على هذا الشيء هذا يجب نقاشها. هذا هو الخبز اللي ما غيطلعلكش السكر بزاف، هذا هو الخبز اللي لاندكس غليسيميك ديالو هابط، هذا هو الخبز اللي لا شارج غليسيميك ديالو هابطه، هذا هو الخبز اللي لاندكس انسولينيك ديالو هابط، هذا هو الخبز اللي ما غادي يخليكش تزيد في الوزن، وهذا هو الخبز اللي غادي يخليك تفكر الاجداد ديالك. مادام حنا اليوم كنهضروا في الحلقه ديال هذا الخبز. مرحبا أستاذي، شكرا جزيلا لك. شكرا أختي سكينة. أكيد الموعد متجدد بإذن الله غدا. مشكور على كل المعلومات اللي تقسمتها معنا على المادة الأساسية لنا في التغذية ديالنا بطبيعة الحال. مشكور جزيل الشكر. بطبيعة الحال كان معنا ومشرفنا أستاذ محمد أحلمي أخصائي في التغذية، وميعادنا كيتجدد غدا بإذن الله.